نفذت طائرات إسرائيلية غارة عنيفة على مستودعات في محيط مطار حميميم بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل منطقة القاعدة الروسية منذ بدء الوجود العسكري الروسي هناك. وبحسب الإعلام الإيراني، قتلت إسرائيل في سوريا أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني في غارة منفصلة على دمشق. وللحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي من موسكو السيد فاديم ماكارينكو، الباحث بمعهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية. أهلا بك معي سيد فاديم، وبداية، هذا الهجوم الأول من نوعه منذ بدء التواجد العسكري الروسي في المطار، وبرأيك ما هي حيثية هذا الهجوم وكيف يفهم من الناحية الاستراتيجية العسكرية؟ نعم، هذا يعتبر مرحلة جديدة في الأحداث في سوريا، فإن بعد ذلك الأحداث حيث روسيا كانت تحاول أن تحمي قاعدتها في سوريا، والآن روسيا ستضطر تكون مستعدة لزيادة دفاعاتها لحماية هذه المنطقة، وذلك لأن دفاعات هذه المنطقة تعتبر مشكلة كبيرة. نعم، ولكن سيد فاديم، يعني في العادة تبلغ إسرائيل القاعدة الروسية بمهاجماتها في سوريا في مناطق النفوذ الروسي، هل نتوقع حدوث خلاف ذلك خلال هذه الحالة أم أن الوضع مختلف برأيك؟ نعم، هذا الوضع يعتبر خطير، أو الاعتماد على المعلومات من إسرائيل، لأننا نرى أن يتطور الوضع بشكل غير متوقع ووصل إلى حد عالي من التصعيد، وتجري هناك عمليات نشيطة، وروسيا يجب أن تستخدم كافة قدراتها للسيطرة على الأجواء، وخاصة باتجاه العسكريين الذين موجودون في سوريا. وهذا يعتبر من ضروري أن تعزز روسيا عملها في هذا الاتجاه، وخاصة بالنسبة للقاعدة حميميم التي تعتبر مفتوحة ولديها حماية دفاع ضد الصواريخ وضد الهجمات الجوية، ولكن يمكن أن يكون هناك ضربات مكثفة تحتاج إلى تعزيز هذه الدفاعات الجوية، وهذا ما يتطلبه الأمر في سوريا. نعم، ولكن سيد فاديم، ألا يمكن أن يجر ذلك موسكو ربما إلى مواجهة مباشرة خلال هذا الصراع؟ أنا واثق أن روسيا ستقوم بكل ما وسعها لكي لا تشارك بشكل مباشر، ولأن هذه الأزمة هي ممكن أن تتدخل فيها سوريا، ولكن إسرائيل هناك باتت منطقة رمادية التي تقوم إسرائيل بتوجيه الضربات إلى قوى حزب الله والإيرانية الموجودة على الأراضي السورية. وبالطبع الوضع لم ينتقل إلى حرب مباشرة بين سوريا وإسرائيل، وفي هذا الصدد فلا يجب أن نسبق الأحداث ونعول على أنه في المرحلة المقبلة العقل سوف يسيطر على هذا الوضع. أشكرك ضيفي من موسكو سيد فاديم ماكارينكو، الباحث بمعهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية.
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أبلغتهم أنها لا تشعر بالحاجة للرد على إيران بشكل فوري وواسع. وتابعت الصحيفة بأن واشنطن وأوروبا تخشيان أن تضرب إسرائيل أهدافا اقتصادية في إيران وأن يؤدي الرد إلى تصعيد خطير، إلا أن الإسرائيليين لم يبحثوا مع الأمريكيين توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية. ويشعر حلفاء واشنطن الأوروبيون بالقلق من أنها لا تمارس ضغطا كافيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة بلاده زادت الضغوط الدبلوماسية وعززت قوتها العسكرية لردع وتقييد طهران. واعتبر بلينكن أن خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي كان سببا في تحرير البرنامج الإيراني، ما أدى إلى تقويض أمن الولايات المتحدة وشركائها. وأضاف بلينكن أن إيران ووكلاءها استغلوا الفوضى لإحياء الطرق الإتجاري غير المشروع بالأسلحة في المنطقة، لافتا إلى أن طهران شيدت مصنعا للمسيرات في روسيا وأرسلت لموسكو مئات الصواريخ البالستية على حد قوله. من جهته رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أن تهاجم القوات الجوية الإسرائيلية أهدافا اقتصادية في إيران ردا على هجوم طهران. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، رأى باراك أن الأهداف التي ستضربها إسرائيل في إيران قد تكون ميناء رئيسيا أو مصافي نفط أو محطات طاقة عامة، كونها الأهداف الأكثر شعبية في إيران لأنها حساسة اقتصاديا. وخلال لقائه لم يستبعد باراك أن تستهدف إسرائيل مواقع عسكرية ونووية إيرانية. وعقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الضرر الذي تعرضت له قاعدة نيفاتيم العسكرية الجوية الإسرائيلية التي تقع جنوب شرقي مدينة بئر السبع. في ظل الحديث عن رد إسرائيلي على الصواريخ الإيرانية، نستعرض أبرز الفوارق في القدرات والإمكانات العسكرية بين إسرائيل وإيران. وعقب إلغاء العديد من الرحلات، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن السلطات قررت استئناف الرحلات الداخلية في مطار مهرباد بالعاصمة طهران. وفي المقابل، أوصت السفارة الروسية في طهران المواطنين الروس بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى إيران حتى يعود الوضع إلى طبيعته.